يعرف عن الشاطئ بأنه المساحة الممتدة والمحاذية للبحر. هذه المساحات يلي بيبلغ طولها 210 كيلومتر هي ملك عام، أي وبمعنى آخر لا يسمح لأي كان أنه يمتلكها، أن يستثمر عليها، أن يشوهها، أن يمنع أي كان من الوصول إليها. أما ما يعرف بالمنشآت والمجمعات البحرية فهي أملاك شيدت بمحاذاة الشاطئ وليس عليه، ولكن طبيعة المشاريع السياحية تتطلب تواصل مباشر مع البحر عبر الشاطئ العام، مما استلزم الحصول على رخص قانوني. فما هو وضع الشاطئ؟ شو هو الواقع؟ هيدا يلي رح نشاهده بتحقيق. قصدنا نقيب أصحاب المجمعات السياحية جان بيروتي. اليوم إذا بدنا نطلع بالمؤسسات السياحية اللي موجودة على الشاطئ، هي كلها قائمة بالأملاك الخاصة مش بالأملاك العامة. ملحقاتها السياحية اللي مفروض تتصل بالمي قائمة بالأملاك العامة. أضف إلى أنه القانون بيسمح بإشغال الأملاك العامة، مشان هيك الدولة عاطية لحد اليوم 1,800,000 متر مراسيم لمؤسسات لإشغال الملك العام. 180 مؤسسة سياحية بحرية موجودة على طول الشاطئ اللبناني. 18% من هالمؤسسات تعد مؤسسات مخالفة لأنها ما بتدفع مقابل استثمارها للأملاك العامة البحرية، لكن هالمؤسسات بتقول إنها تريد أن تدفع، لكن الدولة لا تصدر مرسوم أو قانون يخولها الدفع. مؤسسات بتشغل يوم 30,000 موظف، جزء أساسي من الاقتصاد السياحي. أنت بتتصور ممكن لبنان يكون موجود بلا المؤسسات السياحية الموجودة على البحر على تنوعها من مطاعم ومسابح وكل هالرياضة البحرية اللي موجودة؟ ليش هو بينسبح بمطرح بعيد عن المؤسسات؟ ليه مواضيع بيئية؟ مش حرام هذا الواقع اللبناني اليوم يكون بهيك الشكل البيئي؟ مش حرام المجرير تنكب البحر؟ مش حرام يطلع ريبورتاجات على بعض التلفزيونات تفرجي اشياء جريمه بحق الانسان اللي عم بيعيش بلبنان؟ هذا مش اهمال؟ هذا مش لازم هن لازم يتعاقبوا المسؤولين عن هالموضوع هذا؟ مش يلي منظف بحر وقاعد عم بيسبح الناس باعلى مستوى من الجوده ومن السلامه العامه ومن النظافه؟ كيف فيك توصل انت بال 2011 و 2012 ليكون عندك ولا غريق بالمؤسسات السياحيه اللبنانيه؟ مش هذا نتيجه حرص كثير كبير وشغل كثير كبير لتخريج منقذين سباحيين وتدريبهم ودفع معاشات عالية وجودة كبيرة على مستوى نظافة المي؟ هذا عمل هيك يعني؟ هيك بصير يعني؟ اليوم الترجمة تبع الموضوع بتكون انه لا، نحن ليش غالي المسبح؟ وين المسبح غالي؟ بيقصدوا اغلى مسبح وبيسألوا ليش غالي المسبح؟ المسبح اليوم ارخص من السينما. هذا الزلمة 2000 ليرة، غيره بخمسة بسبعة بعشرة بخمسطعش. الماجوريتي أكبر عدد من المسابح لا يتعدى 15,000 بالنهار. هنالك 1,800,000 متر مربع استثمارات مرخصة من قبل الدولة، 1,600,000 متر مربع استثمارات غير مرخصة من قبل الدولة، وخمس ملايين متر مربع حجم ما تشغله الدولة اللبنانية من الأملاك العامة البحرية، و12% هو مجموع كافة المساحات المشغولة على الشاطئ اللبناني، أي 9 مليون متر مربع. كل الناس بتفكر أنه كل الشط مشغول، مش مزبوط. المساحة اللي مشغولة من طول الشاطئ لا تتعدى 12% من طول الشاطئ، في 88% مزابل. ف 88% المتبقية من الشاطئ هي ملك للدولة، فكان من المفروض أن تستثمرها، تجملها، تكيفها لمصلحة المواطن. ولكن ماذا فعلت هذه الدولة بشواطئ لبنان؟ لا شيء. فأصبح المشهد مروع. مساء الخير. مشاهدات يمكن صارت أليفة علينا وتساؤلات منكررها مراراً ومراراً. من يملك الشاطئ اللبناني؟ هل هو ملك عام؟ هل هو مقسم إلى أملاك خاصة؟ هل هو ملك عام مستثمر من قبل القطاع الخاص؟
بيمتد الساحل من شمال لبنان إلى جنوبه بطول 210 كيلومتر. ماذا حل بهالشاطئ؟ هل يتعرض لمخالفات ولتشوهات؟ هل هو موضع للسرقات بكل أشكالها؟ هل الدولة شريك باستباحة الشاطئ؟ وشو هو حجم التعديات على الشاطئ؟ هل هو متاح للمواطن بأي وقت وبأي ظرف كسائر دول العالم؟ هل يوجد قوانين وأنظمة بتنظم إدارة الشاطئ اللبناني؟ رح نحاول الإجابة على كل هالتساؤلات يلي بيطرحها كل مواطن من خلال جولة طويلة إن فيها على طول شاطئنا من شماله إلى جنوبه وأحياناً بالكاميرا الخفية. البحر يعني الصيف، لا البحر يعني لبنان. بلونه الأزرق وبطقسه الحلو، بسياحته، بصيفه، بمصطافينه، ولأنه صرنا بحزيران لابد ما نحكي عن البحر شوي. هالبحر طوله بطول لبنان، هو جارنا الأكبر اللي بقيت علاقتنا فيه على أحسن ما يكون من يوم اللي خلقنا سوا. 210 كيلومترات هي حدود لبنان البحرية من شماله لجنوبه. هالمساحة كتير كبيرة لبلد بحجم لبنان، ولأنه بحرنا كبير من حقنا نسأل ليه النزلة عليه صارت صعبة ومكلفة. مين بيملك البحر بلبنان؟ سؤال ملتبس وفي ألف معضلة وإشكالية، رغم وضوح النصوص القانونية المتعلقة بالأملاك العامة البحرية. قررنا نحمل هالسؤال ونتوجه فيه لصاحب العلاقة، البحر نفسه. مين بيملك البحر بلبنان؟ قررنا نخوض مغامرة البحث عن جواب لهالسؤال الملتبس من شواطئ لبنان، ونمشي مع هالشواطئ خطوة بخطوة، من العريضة شمالا للناقورة جنوبا، لنشوف ليه صارت الفوتة على هالبحر صعبة ومكلفة. بدأنا جولتنا من شاطئ العريضة، بحر مفتوح دون حواجز بتفصله عن الطريق العام أراضي لرعي الماشية. انحرفنا عن الطريق واتجهنا مباشرة إلى البحر. شاطئ بكر جميل صخري، مياه نظيفة وامتداد طبيعي رائع، ولكن منظر الشاطئ كان هو الصدمة. نفايات، أوساخ، حشرات، رائحة كريهة وبقايا من كل شيء. تركنا شاطئ العريضة وأكملنا طريقنا جنوبا. قبل الوصول إلى منطقة العبدة بعدة كيلومترات لفتنا مشهد غريب، مدينة من الصفيح تنمو على شاطئ البحر. قادتنا المغامرة لاستكشاف المكان، خيم متناسرة، أطفال، صبايا وسط النهر. سألنا عن شخص نتحدث معه، فظهر أبو عمر، رفع ملابسه وقطع النهر باتجاهنا. أنا مش بدو، نحن لبنانيين. أفرجي قويتي، إحنا كنا قديم ببيروت. إيه. ربنا كنا بطل الزعتر. ربنا بالحرب وجينا عشان. من أيام الحرب.
احنا جينا استاجرنا ارض فوق اول شيء قعدنا فيها وصاحبين الارض صار بدهم الارض اجوا هون املاك بحريه نزلنا وقعدنا فيها. وصلنا لطرابلس وبطرابلس الحديث عن شاطئ وبحر وسياحة كان أشبه بالنكتة وكان لازم نغادر بسرعة لأنه جولة جديدة من المعارك بدأت لدى وصولنا للمدينة. سكرين طريق حجة شوفي هلا أتعوص واحد هون على الملولة عنزلة الجسر مين أوصه؟ وأتصورني؟ لا 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 ما بعرف من فوق اوكي بدك تصور صور هيك العجقه كلها وقف صور هاي انزل. ابتعدنا عن منطقه الاشتباكات وتوقفنا عند الكورنيش البحري لطرابلس وهنيك لاحظنا مقاهي عشوائيه وكانت هي اول الاستثمارات البحريه على الشاطئ اللبناني. المشاريع هون اللي فاتحينها انتو مين مسؤول عنها؟ ها هي هاي هون المحلات هيدا كراسي وكذا ما فيها للدولة للسواق اي بس انتو فاتحين فيها لا؟ اي ما في قديمين ما بدهم اذن هولي ايه؟ لا لا الدولة تخنق العالم موطن يعني موطن اكثر من ميتة اللي عنده عيلة اللي عنده شو بيعمل بحولته يعني بيثروا؟ لا يا اخي مزبوط شعيد شعيد بس انه ماشي الحال هون الشغل عنده ولا مسورة اي شو بتعملوا شو بتقدموا بنبيع نسكافيه وكذا وعلى الطاولات تعرف ما تعرف اي شوكولا وكذا اوكي روجيل تركنا طرابلس واكملنا مشوارنا البحري وعند شاطئ الألمون رصدنا أول عملية ردم للبحر فاتجهنا لهنيك وكانت أعمال الردم تجري على قدم وساق فسألنا شو عم بيصير هون. لك العافية كيفك؟ شو هو مشروع؟ للدولة؟ شو هو؟ مين هالسيادين السنة؟ عن جد عم تحكي؟ ايه ما لا ما ديش عم ندخل هون؟ لا شو بطلنا؟ شو؟ لا عم نشوف ردم وما ردم وكذا مين هالسيادين السمك يقع على المدخل اللي بتقرأ ايه هيدا الدولة البلدية عم تعملوا؟ لا 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 الدولة الدولة وزارة الأشغال مديرية النقل اوكي ما في مينة هون للصيادين؟ هي تبع السيادة اوكي عم بيعملون اياها سيادة حلو قد ايه له هيدا المشروع؟ ما هي التاريخ هي متى بلش؟ طب قل لي يا زلمه والله ما بعرف مش حافظهم شو انا حافظهم مش انت المسؤول عن المشروع في كمان مانسون في استثمارات بس انه مش حافظ التاريخ اوكي الطريق الساحلي من الألمون للبترون كانت تعج بالاستثمارات البحريه الخاصه والبحث عن شاطئ عام امن ونظيف كانت مهمة صعبة بتشبه عبور هيدا النفق المظلم. ببلدة كفر عبيدة بالبترون لقينا هيدا الشط النظيف ولكن أحد قرر يستولي عليه. سألنا الأشخاص المعدودين اللي كانوا موجودين على الشط ليه بتقبلوا تدفعوا المال لتفوتوا على شط هو ملك عام؟ فكان الجواب بندفع 2000 ليرة تيضل الشط نظيف أحسن ما نفوت ببلاش وما نلاقي شط نسبح فيه. مين بده يشيلكم؟ ليه؟ هاي بالقيمة أنا وياها. ليش هاي مش إلك الأرض؟ أملاك عمي هون. هاي مش إلك. هاي مطرح مني أنا أملاك عمي، مطرح مني العربية أملاك خاصة.
أي مطرح مني أنا أمريك عمي، مطرح مني العربية أمريك خاصة. يعني أنت مخالف؟ أنا بالأمريك العمي مثلي مثل غيري. أوكي. مخالف أنا بخالف 200 متر أرضي من البلد كله للخير. مزبوط عم تحكي. إيه بس ضل إنه هيدا ملك عام لا؟ هيدا هون ملك الدولة لا هون في أمريكا خاصة كده. طب وين وصلت معهم لنتيجة؟ بحكي معنا وياهم. كفينا طريقنا جنوبا وكانت الاستثمارات البحرية بتزيد وبتكبر. عند منطقة المنصف كانت جهة البحر مفتوحة، فانفتحت شهيتنا للتقدم نحو الشاطئ. امشينا بطريق ترابية ومن دون حواجز وصلنا للبحر. منظر خلاب، شاطئ صخري وآخر رملي، وأيضا مثل كل المساحات البحرية المفتوحة نفايات وأوساخ. قبل الوصول إلى جبيل كانت الجدران والحواجز بدأت ترتفع بيننا وبين البحر، وكانت المشاريع السياحية تزداد فخامة. دخلنا إلى جبيل ولقينا هنيك شاطئ نظيف وآمن للعموم. هالشاطئ الرملي المجاني كان المتنفس الوحيد للسكان وسط غابة من الاستثمارات البحرية اللي بتفرض عليهم بدل مادي بيتراوح بين 10 و 40 دولار للوصول إلى الشاطئ. من جبيل إلى جونيا شقينا طريقنا إلى جانب استثمارات بحرية متصلة ببعضها دون انقطاع، وحجم الاستثمارات يتراوح بين كبير متوسط وصغير. وسط هالحجم الهائل من الاستثمارات البحرية كان سؤالنا بعده موجود وعم يبحث عن إجابة: مين بيملك البحر هون؟ فقررنا نغامر ونفوت نفتش على الجواب داخل هالكنتونات البحرية. مرحبا مدام، كيفك؟ دخلك قالوا لي هون في محل واحد بيتصيد، هيدا هو؟ بيجوا هون بيتصيدوا؟ يعني في اجي سبت اخر استاجر طاولة يعني. لازم يستاجر طاولة هون استراحة. هلا في اذا بدك في محل جوا بتقطع قدام شوي، بتروح من فوق على الطريق لقدام شوي، في طريق بتنزل عليها او بتنزل من قدام شوي كمان بتصير على الصخرة. بس هون اذا بدي اجي لازم استاجر؟ اكيد لازم استاجر. ليه هي استثمار يعني الارض؟ يعني هون لازم تستثمر، هون استراحة. بس هي ارض خاصة يعني؟ بس على البحر يا زلمة، في ارض خاصة؟ النهر ولك هسه شوي الهواء اللي عم تشمه بيصير خاص. لا يا زلمة لبنان شو مفتكر؟ والله كله طلع أمريكا خاصة، كلها البحر أمريكا خاصة، كلها الطول أمريكا خاصة. اي والله معك حق. الله يسلمك. طب قد ايه إيجار الطاولة دخلك؟ عندي أنا على الشخص 5000. 5000؟ في بس استأجر طاولة، ما مش ضروري اطلب اكل. في جيب اكلاتي معي؟ اي هينا اذا هيك يا زلمة. 5000 طاولة وكراسي بس؟ طاولة على الشخص 5000. على الشخص مش على الطاولة؟ لا لا. اذا على الطاولة بيجي حق عندي مثلا 20 واحد بيقعدوا على الطاولة ب 5000. ما بتوفي؟ لا لا. انا عندها موسم هون تحت، ثلاث شهور من الموسم وانتهى الموضوع. تركنا استراحة البلاطة ودخلنا إلى مكان آخر على أمل السماح إلنا بالوصول للبحر ببلاش. دخلك شو هون؟ في بحر فينا ننزل ولا لا؟ طلع لقدام هون في دخوليات. هون في دخولية؟ ايه. قديه دخولية؟ هلا عم ناخذ على شكل 7000. 7000؟ على الشخص. هون في مطعم يعني؟ ايه بدك اكل، بدك مشروب، بدك كل. اوكي. عراقيل. ايه بس هيدا بحر، ان فيك تستثمر البحر انت؟
ما هو له صاحب الملك 20 متر لقدام من البحر. اذا بدي فوت على البحر ما بتاخذ شيء؟ لا ها؟ انت بدك فوت من عندك. ايه اذا هيك لا شفت حتى انا كله بده يجي يتصبحوا. اه يعني بس مرقه الطريق. لا بدي ياخذ طاوله وكرسي. ما بدي طاوله وكرسي مثلا. وتتصبح. بلاش. بلاش. أكملنا طريقنا جنوباً وكانت الصور عم تتكرر باستمرار، مشاريع واستثمارات بحرية، عمليات ردم للبحر ومكبات زبالة. وصلنا إلى بيروت اللي تحول الشط فيها إلى واجهة بحرية ومجموعة من الاستثمارات، ولكن تحت الواجهة البحرية ورغم الصخور الوعرة ما زال هناك من يستمتع بالصيد والسباحة. الصيد والسباحة ما زالت مسموحة بهالمكان، ولكن ممنوعة في أماكن أخرى قريبة رغم أنه البحر واحد وملك للعموم. على مقربة من الواجهة البحرية لبيروت يوجد الشاطئ العمومي الأكبر اللي ما زال صامد ومفتوح مجاناً رغم التلوث والمجارير اللي عم تنكفي. الرملة البيضاء هالشط العمومي المجاني اللي بتديره الدولة بيفتقد للأسف لأبسط شروط السلامة العامة والمرافق الصحية، لا بل يجري الاستخفاف بأبسط المستلزمات الضرورية للأماكن العامة. بس يا زلمة ليه مش حاطين مثلا حمامات؟ لشو؟ طب هاي العالم هاي العالم تقعد من الصبح للعشية ما بدها تفوت على حمام بشخوا بالماي عن جد؟ ما شاء الله شخات فيه من زمان هي هيك صار رمال تكسر هذا تكسر بالعاصفة ايه تكسرت فربطت ايه وما حدا عمر محله طب بالأزرق الكبير بيهتموا بالبيئة وبالنظافة هذا تكسر هذا عم يعملوا الثاني ايه هلا عم يعملوا شو واحد ثاني؟ اوكي بس هلا ما في اذا هلا ما في هلا بالبحر عايم كله عايم كله عايم وصلنا إلى الأزاعي حيث نشأت هالمدينة على الأملاك البحرية العامة بسبب الحروب والتهجير. هالتجمع السكاني الضخم ما ترك من شط الأزاعي سوى هالمساحة الصغيرة المفتوحة واللي تحولت بمرور الوقت إلى مكب للنفايات وبركة للمجارير ومكان لرمي ردميات الحروب المتتالية. بعد الأزاعي تعود الاستثمارات البحرية إلى شاطئ خلدة والناعمة والدمور. المساحات المفتوحة للعموم هي أماكن غير صالحة للسباحة، وكلفة الدخول إلى المجمعات البحرية أصبحت تفوق قدرة معظم العائلات اللبنانية القاطنة بهالمنطقة، فإلى أي بحر عم بتروح العائلات؟ وصلنا إلى صيدا، أكان البحر فيها ضحية لجريمة ارتكبتها الدولة، وما زالت ضالعة فيها. هيدا الشط الرمل الجميل انوضع حده جبل ضخم من النفايات. البحر في صيدا ما زال يدفع ثمن نفايات سكانها، والمشروع الأخير اللي عم يتنفذ حاليا هو ردم البحر لحماية جبل النفايات. كفينا الطريق جنوبا، الطريق الساحلي إلى صور محاط بالأراضي الزراعية، والبحر بمعظمه كان مفتوح من دون حواجز أو جدران.
بنهاية جولتنا على الشاطئ اللبناني كان لابد من أن نخرج بخلاصة واقعية قد تجيب أو لا تجيب على سؤالنا: من يملك البحر بلبنان؟ البحر مثله مثل كل الأملاك العامة الأخرى، ممتلكات سائبة ومعرضة للتعدي والسرقة، ولا يوجد من يصون ويحميها. وجود شاطئ نظيف للعموم يتمتع بكافة المستلزمات الصحية الضرورية هو حق مشروع يجب أن تكفله الدولة للمواطنين، ولكن هيدا الحق مثل بقية الحقوق الأخرى تحول إلى رفاهية يدفع ثمن المواطن من جيبه الخاص. فالشط الخاص اليوم هو قاعدة وليس استثناء في زمن الكهرباء الخاصة والماء الخاص والصحة الخاصة وحتى الأمن الخاص. الدولة اللبنانية مقصرة في تأمين أبسط الحقوق الطبيعية للمواطنين، لا بل هي أحد أكبر المعتدين على الأملاك العامة البحرية بعجزها وفشلها في قمع المخالفات والتعديات والسماح بتحويل الشاطئ إلى مقبرة كبيرة للنفايات والمجارير والتغاضي عن سيطرة بعض السياسيين على الملك العام. أسعار الدخول إلى المجمعات السياحية البحرية بتمثل جزء أساسي من المشكلة يلي عم نبحثها اليوم. وحتى نعرف صعوبة أن تدخل عائلة لبنانية متوسطة الدخل إلى إحدى تلك المجمعات البحرية لمرة بالأسبوع أو مرتين بالشهر، كان لابد من إجراء عملية حسابية للتكاليف المادية، واخترنا نموذج عائلة لبنانية من 3 أشخاص. فشو هي كلفة قضاء يوم على الشاطئ بمنتجع لائق يشبه أغلبية المنشآت البحرية المنتشرة على الشاطئ؟ لكل صيفية خبرية بالأخص بلبنان وعند بداية كل فصل صيف، قررنا الذهاب لقضاء نهار على البحر. قصدنا احدى المنتجعات البحريه اللي هي مقصد للعائلات والشباب لمعرفه تكلفه هالمشوار. قد الباركينج؟ 5000. اوكي يلا ايه ندفع 5000 باركينج. 5000 تبليش تاكيدي ب 5000 عفاك 5000 هلا بعد عملنا شيء. وبدات العمليه الحسابيه. تدي بس اللي قد دفعت؟ قديش؟ 120,000 يعني على الشخص 40,000. اوكي ثانك يو. ليال جبيه كبيره جبت 3 صغار. قديش؟ بعد الاستمتاع بمياه الشاطئ والسباحة حان وقت الغداء. وبما أنه إدخال المأكولات ممنوع، توجهنا للاستفهام عن أنواع الأكل المقدمة وطبعاً عن أسعاره. ما عارف إذا مبينة عندك. بدك تطلب شيء أنا؟ بدي أرخص شيء 17, 15, 15,000, 14,000, 15,000. هيدا كله سلادات أقل شيء 14,000 مزبوط. والساندويتش قد إيه؟ ساندويتش بطاطا أو ما في؟ ما في. تشيكن ويز في تركي. تركي 14,500. بتشبع الوحدة أو بدنا ناخد كذا وحدة؟ أنت بتعرف يعني حسب تأكل قد إيه بتاكل؟ إذا باكل يعني ما بشبع بسرعة أنا. بدي 2 صح؟ بدي 2 أقل شيء. وبما أنه سعر أقل ساندويش 14,000 وغير كافي لأشباع شخص وساندويش بطاطا ما في، فضلنا التوجه إلى المطعم.
بس ندفع 120,000 ثلاثة، هيدا بعد ما عملنا شيء. عندك الفالي قبلها 5,000 ليرة، يعني كمان بركي عائلة جاية فتنا هيدا بعد. اوكي بعدنا قاعدين هيك، اذا واحد بيشرب قنينة مي 6,000 ليرة، بعدين ترجع بتجي هون على الغدا يلزموك منشفتين. منشفتين منشفتين دولار الوحدة 8,000. بعدين بيلزموك بمطعم يا ايطاليا يا عربي، يعني بتسوق ذا او بدك تاكل، حتى اذا واحد ولد بده ياكل برجر او شيء، اقل بلاحقوا 20,000. موقف 5,000 ليرة، دخولية 40,000 ليرة، غدا ابتداء من 24,000 ليرة، مياه معدنية كبيرة 6,000 ليرة، المجموع 75,000 ليرة للشخص الواحد، أي 225,000 لثلاث أشخاص. 75,000 ليرة هو المبلغ اللي بيتكلف فيه كل شخص لأمضاء نهار على البحر بأغلبية المسابح اللبنانية. فإذا افترضنا عائلة مؤلفة من ثلاث أشخاص متوسطة الدخل حبوا يقصدوا منتجع بحري، هل باستطاعتهم دفع هذا المبلغ؟ وكم مرة يمكنهم زيارة مثل هذه الأماكن خلال الموسم؟ هل الكلفة المرتفعة للدخول إلى المجمعات السياحية البحرية وما تمثل من عبء على جيب المواطن اللبناني خلال فصل الصيف ما يبررها؟ كيف يحدد أصحاب المجمعات البحرية كلفة الدخول إلى الشاطئ؟ وشو هي الخدمات يلي بيحصل عليها المواطن بالمقابل؟ الكلفة العالية للدخول للمجمعات السياحية البحرية ربما كانت السبب وراء جولتنا الطويلة على الشاطئ اللبناني. هالكلفة غير المحددة واللي وصلت في بعض الأماكن إلى نحو 50 دولار على الشخص الواحد كانت الموضوع الأساسي في زيارتنا لشاطئ خاص في منطقة الجية. هالمشروع السياحي يعد من المشاريع المتوسطة، بيعتمد على شاطئ رملي واسع نسبياً إضافة إلى مسبح للكبار وآخر للأطفال. التقينا الدكتور نصيف أزي أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية والمسؤول عن هيدا المشروع، وسألناه عن كلفة الدخول إلى هيدا الشاطئ. مبدئياً هي دخولية 25,000 على الكبير و 15 على الصغير. هلأ بالويك أند بيزيد 5,000 الكبير يعني. هلأ بطبيعة الحال الأكل معقول أسعاره، يعني الساندويش تتراوح بين 5,000 و 8,000، والمشروب كمان عادي بال 2,000 و 3,000 وما إلى ذلك. يعني الكلفة لعائلة من 3 أشخاص مثلاً، يعني هلأ بيقدروا يعني من 3 أشخاص بيقدروا يعني بين $50 و100,000، يعني بيمشي الحال يقضوا نهار، يعني ما بيدفعوا شيء غير هيك. يعني عندهم من الكابين مجاني للكرسي للفرشي للشمسية للموقع. $70 أو 100,000 ليرة هو مبلغ مش قليل تدفعه عائلة من 3 أشخاص للولوج إلى البحر، فكيف يبرر أصحاب المجمعات البحرية مثل هاي الكلفة؟ طارت كلفة النظافة وكلفة الأمن الغذائي وكلفة الأمن كمان، يعني أمن السابحين وما إلى ذلك مرتفعة. يعني هذا المسبح صحيح بيملكه شخص وعم تستثمره عائلة، إنما هذا في موظفين يفوق 20 موظف يعني عم يشتغلوا وعم يقبضوا معاشات معظمهم على 7 أشهر، لأنه هني بيشتغلوا موسمي، معظمهم عم يقبضوا معاشات على 7 أشهر، بالإضافة إلى الأكلاف الهائلة اللي تراكمت علينا كمان بنتيجة انقطاع الكهرباء. يعني كلفة المازوت عالية جداً، كلفة المازوت، ومضطرين أنه يكون عندنا مولدات يعني
كلفة الفلاتر، كلفة البيسينات، كلفة النظافة وما إلى ذلك. طبعا ما عم نقول نحن ما في مدخول، إنما المدخول مش بهالمبالغ الحقيقة بيقول الواحد والله هيدي مشاريع كبيرة. المنتجعات والمشاريع البحرية على شاطئ الجية كلها مشيدة على أملاك خاصة وليس أملاك عامة حسب ما يقول أصحاب تلك المنتجعات، وهم يحصلون على رخصة لوضع الكراسي والشمسيات على الشاطئ خلال فصل الصيف. كل مسابح الجية هي مسابح مملوكة، هي مسابح كلها قائمة على عقارات إلها أصحاب وإلها يعني صفة الأملاك. نحن ما فينا نستثمر خارج نطاق أرضنا وأملاكنا الخاصة، حتى الترخيص اللي مناخده من البلدية مناخد بموجبه نحن شيء بيسموه صيانة موسمية من وزارة الأشغال، من مديرية النقل البحري. هالمديرية بتعطينا ترخيص لوضع شماسي وكراسي وما إلى ذلك خلال فصل الصيف، تنتهي مدة هذا الترخيص بتشرين الثاني تقريباً، وهذا الترخيص إن عم يعطونا إياه على أملاكنا المحاذي للأملاك العامة البحرية. دكتور عز تحدث عن مخالفات جسيمة على الشاطئ اللبناني. إضافة إلى السرقات والتعديات، هناك من يشوه الشاطئ بمشاريع عشوائية واعتباطية أثرت على البيئة ونظافة الشاطئ. نحن فينا نتمشى أنا وياك هلأ بتيابنا من هون لهونيك، يعني هونيك نحن كنا نغطس كان في 6 أمتار أوكي. 6 أمتار مي هلأ، يعني هلأ في 6 أمتار رمل تكدس، وهودي مش رح يتحركوا من هون. إذن ولا ممكن، هذا بده معالجة. نحن حاكين يعني مع بعض المسؤولين ومع وزارة البيئة ومع وزارة الأشغال إنه ضروري إنه نتعاون لإيجاد مخرج لهذا الموضوع. بكرة هيدا السنسور اللي شايفينه هون إذا ما انضقر هذا الرمل بعد 2 سنين بده يصير هذا كله سوا ملان رمل، كله سوا الرمل بده يأكله كله. ليه؟ لأنه الرمل حركة الهواء ما رح تقدر تحركه، بقى انعزل، انزرب هون. هيدي قصة خطرة بالمفهوم البيئي، بالمفهوم الطبيعي. الإهمال الواضح للمساحات المفتوحة على الشاطئ اللبناني وحجم التلوث الكارثي اللي رصدناه بجولتنا قلص الخيارات المتاحة للمواطن اللبناني بارتياد الشاطئ، وأصبح المواطن خصوصاً القاطن بالمدن والبلدات الساحلية أمام دفع فاتورة إضافية باهظة للوصول إلى الشاطئ اللي كان بيوم من الأيام مفتوح ونظيف وغير مكلف لمعظم الناس. اخترنا نموذج صارخ وهو بلدة الضمور الساحلية المطلة على بحر يحن إليه الدوام. ضمور بلدة لبنانية ساحلية بتوقع بقضاء الشوف بمحافظة جبل لبنان، وبتبعد 25 كيلومتر عن بيروت. شاطئة نجح باستقطاب السواح والسكان المحليين نظراً للجمال اللي بيتمتع فيه، لهيك قصدنا الضمور تنطلع من أبنائها على علاقتهم بهالشاطئ حالياً، خصوصاً بعد إنشاء المنتجعات السياحية، حيث بات من الضروري دفع المال للولوج إلى مياه هي ملك من الأساس. قصدنا بداية فرن مارلياس بالطريق العام للضمور، حيث التقينا الياس زوجته برناديت وأولاده. هالعيلة أعربت لنا عن هجسها إزاء إقفال البحر بوجه الدوامرة على حد قوله. البحر مهم لأولاد الضمور كتير، وهن حابين عملوا كذا مشكل ليظهر على البحر، يضل في بحر، لأنه وتعرف أنت هون البسينات وهيك كذا، ووصلت لرئيس البلدية عملوا مظاهرة كذا وتسكرت الطريق على أولاد الضمور،
ماش عندهم بحر ولا التمور، صاروا يجبروا يدفعوا مصاري. والناس الفقراء اللي ما معها شهريتها مثلا 500,000 600,000 واللي هيدا انحرمت من البحر من التمور. الياس فكر بأولاده اللي حابب انه يغيروا جو بالصيفية من خلال انه ينزلوا على البحر ولكن بدون اي كلفة. نحن عائلة اذا بقى ننزل على البحر بقى نحط $20 $90 يمكن بين دخولية واكل وشرب تحت ما فينا. اذا بقى ننزل كل جمعة حط معاشي كله انا بس على البحر. شو هذه حياة؟ هذه حياة لا نتعذب لا نعيش، بس هذه الحياة عنا ما في غير هيك. حياة بيقولوا لها جوع ونحن جوعانين مثل هالعالم. والله يساعد العالم الفقير، الله يساعد. وكملنا جولتنا بالدمور حيث دخلنا صالون حلاقة، وهونيك أطلعنا ريشار على كيفية إخضاع الشاطئ للمحسوبيات السياسية من خلال المنتجعات السياحية من جهة، وأقفال الباب أمام الدوامرة وعدم إعطائهم حرية الدخول إلى البحر من جهة أخرى. هيك صفينا وهي حلتنا بالدمور خيي، ما في عنا بحر ننزل. حرمونا منه سنة الماضي وهيدي السنة على أضرب. ما بعرف أنتوا إذا فيكن تلاقوا حل. بعدين بتأخذني السهل داخل بمعاهدة بإسبانيا اسمها إيكو توريستيك، ممنوع الزفت، ممنوع العبار، تعمر. شو السيري؟ ثلاثة طوابق هيدا زلمة البيك، ما فيناش نحن نعمل شيء. زفتوا الطريق، زفتوا الطريق هذيك المايل، ممنوع الزفت. زفتوا الطريق، عملوا بنيات، عملوا شاليات، ما حدا عم يحكي ولا حدا عم يشكي. عم بيبيعوا الرمل وبحطوا ردم. روحوا تفرجوا شو عم بصير تحت. تخوتوا زال من هون على الطريق، شوف شو عاملين، خفروا الارض اناي لحتى ما يخلوا حدا ينزل. يا عيب الشوب شو هالمسخره. بس انا هيك بقول. وأصدنا الشاطئ المتبقي لدوامرة اللي حكي لنا عنه ريشار، لكن الطريق كانت وعرة، طريق تراب غير مزفتة. وتفاجأنا انه بدل ما يستقبلنا الشاطئ كانت عبارة أملاك خاصة ممنوع الدخول تحت طائلة المسؤولية باستقبال. كملنا سيرنا متجهين نحو أحد المجمعات السياحية المعروفة، ولكن هالمرة كاميرا تحقيق الخفية كانت عم بتصور، وذلك لنقل الوقائع مثل ما هي. فقبل دخولنا المنتجع استوقفنا الفالي باركينج وكان هالحوار. إذا بدنا نروح على البحر ما في يوم بحر، بدي أقطع أبستراد وكمل لأجيب هون. شو كله؟ مسبح. ما فينا نفوت هيك بلا، يعني ما فينا نفوت نسبح او شيء، او بدنا او بده يكون عنا اشتراك او بده ما بعرف. فينا نفوت بالمسبح. فينا نفوت على البيستين. اوكي فينا نفوت. طيب شو بتفوتوا؟ بدكم تفوتوا تقطع كارت؟ شو بدنا ندفع لنقطع كارت؟ شو بدنا نعمل؟ أو شو بقطع لكم السيارة؟ ولا بتقطعوا على المدخل كل واحد 35,000 وبتفوت. شاطئ الدمور كان منفذ لأهالي هالمنطقة حيث استطاعوا يهربوا من خلاله أيام الحرب والتهجير، لكن اليوم أقفل بوجهن بسبب المنتجعات والمجمعات السياحية، والشاطئ اللي هو ملك عام لدوامرة أصبح ملك خاص. لذا كل يلي عملناه هو أنه قدرنا نرصد هالشاطئ من بعيد. حيث لاحظنا أعمال الحفريات اللي عم بتهيئ لولادة منتجعات سياحية جديدة بالأعوام المقبلة. لبنان
لبنان كله ممتد على طول شاطئه البالغ 210 كيلومتر. هالشاطئ يلي بيتعرض إلى كافة التعديات والتشوهات والمخالفات والمحظور على أبنائه. ولكن الأسوأ يبقى أن الشاطئ اللبناني هو ضحية الدولة اللبنانية المهملة المتخاذلة اللامسؤولة تجاه بيئة لبنان وصحة اللبنانيين. فأينما وجدت هالدولة تتواجد النفايات والأوساخ متراكمة تارة ومتناثرة تارة أخرى، وأينما حلت هذه الدولة يصبح الشاطئ مستباح لكافة المخالفات والانتهاكات، مما يجرنا إلى التساؤل: أليس من الأفضل أن يكون هذا الشاطئ الكنز مستثمر من القطاع الخاص يلي بحافظ هو على نظافته ويكترث بسلامة المواطن، على أن يكون ساحة خالية مهملة خطيرة؟ لذا نطالب الدولة، وحتى لو كان النداء مستعصي، بتوفير شواطئ عمومية تتمتع بكل معايير السلامة الصحية والبيئية. شاطئنا هو تراثنا، شو عم نعمل فيه؟ نحن منكمل معكم الأسبوع المقبل.